جمال، يعني يا ريت كل الشركات تعتذر إذا في ظل توقعات بهذه القوة، يعني توقعات للأرباح التشغيلية أكثر من 3 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي، طبعا هي أقل من الربع السابق ولكنها يعني نمو كبير يعني على أساس سنوي. ما هو سبب الاعتذار إذا أردنا أن نفسره للمشاهدين؟ كنا شكرا بالبداية على الضيافة أستاذ عبادة. هلا بخصوص اللي بنشوفه بالتكنولوجيا بشكل عام، كنا نتحدث سابقا عن انتل، اليوم عن سامسونج. بالتكنولوجيا السوق ما بيرحم، اما انك بتكون بموجه التطور مش فقط بالانتاج والجوده، اما انك تركب موجه التطور والتحسين والانوفيشن بهاي التكنولوجيا، او انت خلاص خارج السوق. فالاعتذار هو تاخير الاداره بقبول التكنولوجيا الجديده والتحسين على الاتش بي ام ميموري اللي هي الهاي باندويث اللي عم بتصنعها سامسونج، بالمقارنة مع الشركات الأخرى اللي خلاها أصلاً تخسر شريحة من السوق الشيبس الميموري شيبس اللي هي بتصنعها. خلينا بس نشرح شو المشكلة بالمنافسة بقطاع الـ HBM عظيم الهاي باندويث ميموري. يعني نعرف أنه في منافسة بينها وبين شركة كورية أخرى هاينكس اس كي. أولاً ما طبيعة هذه الشيبس؟ أين هو سوقها؟ عظيم. هلأ اللي صار بالضبط، لو نحن بس ننظر للسوق الميموري بشكل عام كتشيبس، تقريبا أكثر من 90% من هذا السوق هو موجود بكوريا، فسامسونج وهاينكس ومايكرون بيسيطروا على أكثر من 90% منه. سامسونج لوحدها 40% هي الليدر بالعالم، تتبعها اسكي هاينكس بالميموري تشيبس ميموري هلا وبعدين مايكرون. هلا لما نتكلم عن شو اللي صار بالضبط، انه كان في بريك ثرو اختراع من اس كي هاينكس انهم ياخذوا الميموري تشيبس لتكنولوجيا جديده اسمها ام يو اف اللي هو ريفل ماس ريفل موديل مولد، بحيث انه يكون المساحات اللي بين التشيبس هاي يكون اقل وتسمح بالستورج تبع الداتا بيكون اسرع، واللي هو بالنهاية بيفيد بموضوع الذكاء الاصطناعي يلي بدها إياه انفيديا. لهيك انفيديا أخذت يعني الشيبس من SK هاينكس قبل سامسونج قبل مايكرون، فمايكرون كمان حسنت على HBM تبعها فأخذت من عندها، خسرت جزء من انفيديا. أعمالها مع انفيديا، هذه هي المشكلة الأساسية بالضبط، أنه سامسونج ما قدرت تتأقلم مع المتطلبات تبع انفيديا لحد ريسنتلي، يعني من فترة بسيطة أنه انفيديا قبلت بالشيبس اللي عم بتطرحها سامسونج. فلو منقارن كمقارنة مثلا، أنه اليوم هل سامسونج عملت تطوير؟ نعم. هل انفيديا قابل أنها تأخذ منها شيبس؟ نعم. وسبب أكيد يعني كمان يعني راح تلحق حالة متأخرة في هذا الربع، ولكن الأربع المقبلة يمكن فمش بس الأرقام كويسة، يعني عم نتكلم نحن بالربع السابق 15 ضعف، بهذا الربع 3 أضعاف الربع الثالث من العام الماضي، كمان حتى انفيديا قبلت أنها تشتري منها. وإضافة إلى ذلك بس مشان نشوف كم أصلا الديماند والطلب على هذا السوق، نحن عم نتكلم أنه كل البرودكشن 2024 ومعظم البرودكشن تبع 2025 من SK هاينكس ومن مايكرون اوريدي بوكت، فسامسونج برودكشن كمان حيكون اولموست اول بوكت لحد يلبي الطلب اللي عم تطلبه اليوم انفيديا والديتا سنترز بالعالم بخصوص الذكاء الاصطناعي. وحتى سامسونج عملت بعض الريستراكشرنج، نزلت المان باور تبعها وعملت حتى شيفت بموضوع البرودكشن اللي عندها من الدي رام الى تصنيع الميموري تشيبس اللي هي وافقت عليها انفيديا بنسبه 30%. بس الى اي حد يعني سامسونج تعتمد على بزنس التشيبس؟ يعني انه عندها الالكترونكس، عندها الهواتف المحموله. نعم. فالتشيبس قد ايه يعني مهم او سيجنيفيكانت؟ لا التشيبس لوحده شكل كمان، هاي واحده من النقاط المهمه مشان نشوف انه السيمي كوندكترز نفسها اللي بتصنعها سامسونج جدا مهمه. السنه الماضيه كان المبيعات بين ديزاين وسيمي كوندكترز 20 مليار، السنه هاي بمجموع بالكوارتر الاخير، تفاصيل الفاينانشلز بالكوارتر الثاني موجوده بس الثالث لسه ما اصدرت لنهايه يعني الشهر، توضح انه في دبل انه من السنه الماضيه للسنه هاي من 20 مليار ل 40 مليار، فعم بتشكل اكيد حجم كبير بمبيعات، والمارجن فيها عالي يعني بالضبط. المارجن على حسب نوع الشيبس بصراحه، لانه سامسونج كمان بتواجه بعض المنافسه اللي هو الكوميرشال شيبس اللي موجوده من الصين. نعم موجودة لكن في الصين. لكن الهاي ادفانس تكنولوجي اللي ممكن هي بتنافس مع تي اس ام سي
او اس كي هاينكس، هاي اللي نحن بنتكلم عنها فيها مارجن كبير. نعم.